السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن ظاهرة منتشرة بين الناس، ألا وهي ظاهرة البلاك بيري، ظاهرة أدت إلى فقدان قلوب غالية علينا. مع نفسك. هاي الظاهرة أدت إلى تفكك الأسر. استني شوي بس. خذي راحتك. نجي بس ثواني، عم بعمل بودكاست وعم نصور. خلينا ما نطول بالحكي ونروح على تقارير الناس اللي حكت آرائها بالبلاك بيري. فكرة حلوة، يلا نروح. انت مع او ضد البلاك بيري؟ مع اكيد البلاك بيري. ولماذا؟ لان البلاك بيري موبايل سيريسلي؟ بتوفر فيه العديد من الخدمات وانه بتخلينا نتواصل مع اصدقائنا بطريقة اسهل، و يعني في كتير فاسيلتيز مش موجودة بالموبايلات الثانية. انا مش مع ولا ضد. كل انسان ممكن يستخدم حاجة بطريقة كويسة او بطريقة وحشة، فالموضوع بيرجع لشخصية الانسان اللي بيستخدم البلاك بيري مش البلاك بيري نفسه. I believe that BlackBerry or any other phone has pros and cons. Because when you know how to use it correctly, in the right way, to your own benefit, you know that it will benefit you in a very, very, very big way, like in a very good way. بصراحة أنا مع البلاك بيري أكيد، لأن يعني هو يسهل معظم البروسيجرز اللي نسويها. أنا مع البلاك بيري، أشوف إنه وسيلة تواصل جدا ممتازة، تقدر تتواصل مع أصدقائك في كل دقيقة في كل ثانية، تقدر تشارك معهم صور، تقدر تشارك معهم أي ريزنت أبديت، الأحداثيات اللي عندك كلها بسرعة تقدر تشاركها معهم. مثلا أنت طالب طالع خارج الدولة، تكلم أصدقائك في أنحاء الدول عن طريق البلاك بيري، تقدر مثلا تشاركهم أي شيء، يعني حتى الصوتيات ممكن تشاركهم صوتيات، فيديو، أي شيء. وختاما رح نخليكم مع الفيلم القصير التوعوي، وإن شاء الله تفهموا المغزى منه. في أمان الله. في أمان. ثلاثة، اثنين، واحد. احمد مجد الشرف منك. عندي انا نسوان. او اربية لدرجة انه بس وجهه خلاص. اثنين، واحد. هل انت ما ضد البلاك بيري؟ هل انت ما عارفة؟ الله اكبر. حافظ مش فاهم. ايوه حافظ مش فاهم. يلا. تقدر مثلا تشاركهم اي شيء، يعني حتى الصوتيات ممكن تشاركهم صوتيات، فيديو، اي شيء يعني. خلاص بعد اكثر من كذا يعني ما اقدر يعني. هذا اللي طلع معي. لا حلو. خلاص.